إن شاء الله درس اليوم سيكون عن كيفية تفصيل وخياطة هذا الجاكيت اللي راح يصير على هذا الشكل، وهو من تصميم المصمم العالمي ألكسندر ماكوين. سبق لي وشرح طريقة رسم الباترون وإنجاز هذا الموديل بهذا الشكل في الدرس السابق. السؤال الذي توصلت فيه هو أنني قمت بأخذ الباترون الإنجليزي ولم أقم بأي تعديلات عليه لاستخراج الجاكيت. ما يجب معرفته هو أن الباترون الإنجليزي معدل أو هو مخصص للجاكيت في الأصل، أي أننا عندما نقوم بحساب نصف محيط الصدر نضيف عليه 5 سنتيمات، أي قيمة الارتياح في الباترون تم إضافتها منذ البداية عند الرسم. الباترون الإنجليزي هو عكس باقي الباترونات، يكون واسع، وإذا أردنا استخراج الفستان نقوم بالحذف للحصول على قطعة قريبة من الجسم. بالنسبة لطريقة حساب قيمة البنسات سبق لي وقمت بشرح ذلك في درس سابق، سأقوم بترك رابط الدرس في التعليق. هنا أقوم بإنجاز نفس الخطوات التي قمت بإنجازها سابقا لرسم هذا الباترون. الآن سأقوم بشرح لطريقة رسم هذا الكون. هنا الباترون الخاص في الأمام، الآن سأقوم بتحديد مكان كسرة الكول. بالنسبة في الجاكيت أو في البليزر العادي نقوم بتحديد قيمة الأزرار، هنا بالنسبة لي 2.5 سنتيم بهذا الشكل، وهنا مكان بداية كسرة الكول مع الرقبة، وهنا الباترون أو هنا باقي الباترون. على مستوى الرقبة سأقوم بتحديد 2 سنتيم، أقوم بتحديدها بشكل أفقي. راح أقوم الآن بإيصال النقطتين بخط مستقيم بهذا الشكل، هذا يمثل لي كسرة الكول. الآن سأقوم بحساب محيط الرقبة في الباترون بهذا الشكل. وجدت 8 سنتيمات، ثم سأقوم بإضافة 0.5 قيمة الارتياح، أي سأقوم برسم 8.5 ابتداء من هذه النقطة بهذا الشكل. باستخدام البيكار ابتداء من هذه النقطة ونفس القيمة 8.5 سأقوم برسم شكل منحنى، ثم سأقوم بالابتعاد بـ2 سنتيم. الآن سأقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم بهذا الشكل. بشكل زاوية قائمة سأقوم بتحديد 3 سنتيمات بهذا الشكل، وهنا سأقوم بتحديد ابتداء من هذه النقطة 4 سنتيمات دائما بشكل خط يشكل زاوية قائمة 4 سنتيمات. من الرقبة هذه النقطة مكان التقاء كسرة الكول والرقبة، سأقوم بالصعود بسنتيم واحد. من هذه النقطة على هذا الخط سأقوم برسم زاوية قائمة بهذا الشكل. هنا سأقوم بتحديد قيمة عرض الكول. سبق لي وشرحت في الدرس في رسم الباترون قمت بحساب 8 سنتيمات في الباترون المصغر. بالكيرف سأقوم بإيصال النقطتين بهذا الشكل.
على هذا الخط سأقوم بتحديد المنتصف، هنا سأقوم بعمل إطالة لهذا الخط بالكيرف، أولا سأقوم بحساب طول هذا الخط هو 4 سنتيمات. الآن سأقوم بإيصال النقطتين بهذا الشكل. الجزء السفلي للكول صار جاهز. الآن راح أقوم بإيصال هاتين النقطتين. هنا سأقوم باختيار ثلث القيمة لرسم الكول، يمكن أن يكون أطول أو أصغر أو نصف القيمة، تبقى مسألة اختيارية. بالنسبة للموديل يساوي هذه القيمة، أي ثلث هذا الكول السابق. الآن بالكيرف راح أقوم برسم منحنى بهذا الشكل. الآن سأقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم، ثم هاتين النقطتين بخط مستقيم بهذا الشكل. هذا هو شكل الكول المنفصل. الآن سأقوم برسم الباترون مرة أخرى حتى نتأكد من صحة الباترون على المانكا. سأقوم بتثبيت الكتف مع الكتف على المانكا. منتصف الرقبة الخاصة في الباترون مع منتصف الظهر، الباترون ممتاز ومثالي على المانكا، كذلك ملتصق مع الرقبة من الخلف. وهنا مكان التقاء الكول العلوي مع السفلي، الباترون مثالي وبدون أخطاء، وأهم شيء أنه ملتصق مع الرقبة، عدم وجود فراغ بين الرقبة والقطعة. حتى نقوم بالتفصيل والخياطة سنقوم بقص هذا الجزء من الباترون الخاص في الكول وهذا الباترون الخاص في القطعة بهذا الشكل. هنا سأقوم بغلق بنسة الصدر، الآن سأقوم بوضع الباترون على القماش، الكم من قطعتين، قمت بطي القماش على إثنين. راح أقوم بترتيب الباترون، يجب دائما أخذ بعين الاعتبار اتجاه الباترون مع اتجاه القماش وحساب نفس المسافة.
أشير دائما أنني لا أقوم بتفصيل القطع حتى أقوم بتركيب جميع قطع الباترون على القماش وتأكد من أن القماش يكفيني لإنجاز القطع، ثم أقوم بالتفصيل وليس العكس. قمت بترك سنتيم واحد على كل القطع، ثم قمت بالتفصيل أسفل القطعة، ولكم نقوم بترك 4 سنتيمات. على مستوى الكتف بالنسبة لهذه القطعة سأقوم بغلق بنسة الكتف بهذا الشكل وتصريفها إلى مستوى الخصر. الآن سأقوم برسم الباترون، أماكن البنسات، خط الصدر، الخصر والجيب.
الآن سأقوم بتثبيت القطعتين مع بعض. بالنسبة للجزء السفلي سأقوم بتحديد مكان البنسة. هكذا يصير شكل القطعة الخاصة في الخلف. بالنسبة لهذه القطعة سأقوم بخياطة بنسة الصدر. سأقوم بحذف هذه الزيادة وترك فقط نصف سنتيم بهذا الشكل. الآن سأقوم بخياطة البنسة على هذه القطعة، بنسة الخصر. هنا قمت بحذف هذا الجزء، من المستحسن عدم حذف هذا الجزء وترك القطعة كاملة. الآن سأقوم بخياطة البنسة على مستوى الخصر الخاصة في الجزء السفلي. بهذا الشكل. الآن راح أقوم بكي القطع. كما تلاحظون لم أقم باستعمال قماش الأطوال في هذا الموديل المصغر حتى أعطيكم النتيجة كيف ستكون في النهاية، أي أنه لا يكون
المشكل من استعمال قماش لا طوال على القطعة، وإنما طريقة التشطيب وطريقة رسم الباترون التي تكون خاطئة في إنجاز مثل هذه الموديلات، ونحصل في النهاية على نتيجة مغايرة للموديل. أما إذا كان طريقة رسم الباترون صحيحة فإننا نحصل على نفس النتيجة، نتيجة الموديل في الصورة. وكما أقول دائما، الملابس الكلاسيكية أو الطيور أو الجاكيت أو حتى المعاطف بشكل كلاسيكي لديها أسلوب واحد في تقنيات التشطيب وفي تقنيات الخياطة. الآن سأقوم برسم مكان جيب الشق. بهذا الشكل. ثم أقوم بتثبيت القطع بهذا الشكل على وجه القماش. هنا أن الموديل صغير جدا سيكون من الصعب أن تكون الصورة واضحة، لذلك سأقوم بإنجاز الجيب بالمقاس الحقيقي. في القطعة الحقيقية سيكون هناك قماش لطوال على كل القطعة بهذا الشكل. نقول هذه هي القطعة بالنسبة للأمام، شكل الجيب من خلال الصورة شكل مائل. قمت برسم خطوط بهذه الطريقة، ثم سأقوم برسم خطوط مائلة. قيمة الميلان ممكن أن تصل إلى 4 سنتيمات بهذا الشكل. قيمة عرض الجيب سيكون سنتيم واحد بشكل زاوية قائمة بهذه الطريقة، ثم أقوم بتحديد المنتصف بهذا الشكل. حتى تصير الصورة واضحة بالنسبة لتشطيب الجيب سأقوم باستعمال لون مغاير. نقوم بوضع قطعة القماش بهذا الشكل تكون بشكل موازي مع رسم الجيب. الآن سأقوم بالخياطة على المستطيل بهذا الشكل. قمت بالطي على 2 وقمت بعمل شق بهذا الشكل. الآن سأقوم بالقص بهذا الشكل. في المنتصف كما تلاحظون قمت بحذف 2 مليم من القماش بهذا الشكل. الآن سأقوم بقص الزوايا بهذه الطريقة.
الآن لاحظوا معي طريقة الطي. سأقوم بفتح هذه القطعة بهذا الشكل، ثم سأقوم بطي هذا الجزء بهذه الطريقة. سأقوم بالخياطة مباشرة على مكان التقاء القماش الرمادي مع القماش الأسود. الخياطة بهذا الشكل. وهنا أيضا سأقوم بنفس العملية، أقوم بفتح هذا الجزء بهذا الشكل ثم أقوم بالطي بهذه الطريقة. ثم أقوم بسحب من هذا المكان بهذا الشكل والتثبيت بالدبوس بهذه الطريقة. الخياطة ستكون هنا مباشرة على مكان الدبوس. الآن سأقوم بأخذ قطعة من القماش، أقوم بحساب قيمة الفتحة، ثم أقوم بوضع نفس القيمة على القماش مع ترك سنتيم واحد على طرفي القيمة. طول هذا الجيب سيكون بين 4 أو 6 سنتيمات، تبقى فقط مسألة اختيارية. قمت بالطي على 2 وعلى أحد أطرفي الزاوية القائمة، قمت برسم شكل منحنى، ثم سأقوم بالخياطة بهذا الشكل.
ثم أقوم بإدخال هذه القطعة بهذا الشكل، الطول الذي أريده أن يظهر بهذا الشكل، ثم أقوم بالتثبيت بالدبابيس. ثم أقوم بالتثبيت بالخياطة. هنا داخل القطعة سأقوم بحذف هذا الجزء والخياطة على هذا المستوى. سأقوم بأخذ قطعة من قماش البطانة، سأقوم بتحديد الطول مرتين والعرض بهذا الشكل، ثم سأقوم بالخياطة على سنتيم واحد. ثم أقوم بخياطة الجهة الثانية بهذا الشكل، أقوم بوضع شكل الجيب في مكانه الصحيح بهذه الطريقة، ثم أقوم بالطي، ثم أقوم بالخياطة مرة أخرى بخط مستقيم. بهذا الشكل، ثم أقوم بحذف هذه الزيادة بهذه الطريقة. وهذا هو شكل الجيب النهائي. الآن سأقوم بخياطة قطعة الفيسين مع القطعة. الآن سأقوم بكي القطعة ليأخذ الكول مكانه الصحيح.
شكل القطعة ممتازة رغم أنني لم أقم باستعمال قماش لطوال. بالنسبة لهذه القطعة سأقوم بخياطة بانست الصدر بهذا الشكل. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. الآن سأقوم بوضع القطعتين مع بعض بهذا الشكل على مستوى الخصر، ثم سأقوم بالتثبيت بالدبابيس. ثم راح أقوم بالخياطة، وهذا هو الشكل على مستوى الخصر. هنا الخياطة مع الجزء الأزرق غير متماثلة. سأقوم بفك هذا الجزء والإعادة مرة أخرى. لذلك دائما في الملابس الكلاسيكية أو التيور ينصح باستعمال الإبرة والخيط أولا ثم الخياطة. نسبة الخطأ لا يجب أن تتجاوز 2 مليم. إذا كان الفرق أكبر من ذلك يعتبر ذلك خطأ ويعطي للملابس قيمة رخيصة. لاحظوا معي التشطيب الآن، الخط موازي مع بعض وممتاز.
هنا يتضح أنه فقط رسم الباترون دون إنجاز القطعة لن تتمكنوا من معرفة التشطيب النهائي. هنا اتضح لي أنه يجب علي تفصيل قطعة أخرى بالنسبة للخلف مكان تثبيت القطعتين مع بعض. الآن يجب تثبيت الكتفين مع بعض كما تلاحظون. هنا اتضح لي أنه يجب تفصيل قطعة أخرى لأن القطعة الرمادية يجب أن تكون مع القطعة الرمادية والقطعة السوداء مع القطعة السوداء. قمت بترك مسافة في منتصف الظهر أي سأقوم بعمل خياطة، بينما هنا الباترون سيكون عبارة عن قطعة واحدة وقط بنسة الخصر بهذا الشكل. هذا هو شكل الظهر. الآن سأقوم بتثبيت القطعة السوداء مع بعض على مستوى الكتفين. الآن راح أقوم بخياطة قطعة الفيسين الأمام والخلف مع بعض. ثم سأقوم بتثبيت قطع الفيسين مع القطعة بهذا الشكل الكتف مع الكتف.
أقوم بعمل قصة صغيرة حتى أتمكن من قلب القطعة وتأخذ مكانها الصحيح. لاحظوا معي خط الكتف مماثل لخط الكتف مع الفيسين، يجب على الخياطة أن تكون بهذا الإتقان. الآن سأقوم بخياطة القطع الرمادية مع بعض على مستوى الكتف. بالنسبة للقطعة الرمادية سأقوم بخياطة منتصف الظهر. الآن سأقوم بتركيب الكول. الآن سأقوم بتركيب الكول مع القطعة.
على مستوى الرقبة والكول سأقوم بعمل قصة صغيرة حتى أتمكن من قلب الكول ويأخذ مكانه الصحيح. الآن سأقوم بتحديد كسرة الكول بهذا الشكل. شكل القطعة ممتاز والكول هنا بالنسبة لهذا اللون الأزرق كما أخبرتكم في السابق لم يكن يجب علي قص هذا الجزء وإنما تفصيل القطعة الرمادية والقطعة السوداء كقطعتين منفصلتين أي سيتم الخياطة على مستوى الجانب. هنا أتأكد من شكل القطعة على المانكان. لأنني قمت بحذف في الأمام سأقوم بحذف هذا الجزء كما ذكرت لا يجب عمل هذه الطريقة. هنا بالنسبة لي يعتبر هذا خطأ. يجب تفصيل القطعة السوداء كاملة والخياطة على مستوى الجانب. نفس العملية بالنسبة للقطعة الرمادية. شكل القطعة ممتاز على المانيكان وكل شيء في مكانه الصحيح. الآن سأقوم بخياطة الجوانب هنا بالنسبة لي فقط بالنسبة للقطعة الرمادية. وإذا كان القطعة السوداء يجب أيضا الخياطة على مستوى الجانب أيضا على حدة.
شكل القطعة على المانكان ممتاز وكل شيء في مكانه الصحيح. الآن سأقوم بخياطة للكم. بالنسبة لطريقة خياطة الكم من قطعتين سبق لي وشرحت ذلك في أكثر من درس مع طريقة التشريب للكم تايور. ثم نقوم بتثبيت القطع مع بعض الجوانب وكذلك أسفل القطعة للحصول على تشطيب مثالي، سبق لي وشرحت ذلك. أما إذا قمتم بتفصيل البطانة كذلك سبق لي وشرحت طريقة تركيب البطانة مع القطعة. بالنسبة لهذا الموديل سيكون البطانة مع القطعة الأسود وكذلك بطانة مع القطعة الرمادية. بالنسبة لي هنا الكم صغير جدا، أحاول إيجاد طريقة حتى أتمكن من كي الكم والحصول على تشريب مثالي للقطعة. وهكذا يصير الشكل النهائي لهذا الجاكيت. لاحظوا معي خياطة قصة الأميرة مع الكم والبنسات مع القصات، مكان الجيب كل شيء في مكانه الصحيح.